بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا مولانا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الإجراءات اللي اتخذتها الدولة المفروض على كل مسلم، كل مؤمن، كل مواطن، كل مواطنة يعيشوا على هذه الأرض التزموا بها، التزموا بها، لأنها الهدف ديالها هو الصالح العام، ولا يجوز بحال لا يجوز تحت أي مسمى من المسميات مخالفتها والخروج عنها، لأن في ذلك خروجا عن الإمام ومخالفة للجماعة. هذه الإجراءات منذ ظهرت أول حالة عندنا في البلاد بدات الإجراءات كترتفع شيئا فشيئا حتى وصلنا للحجر الصحي. الحجر الصحي التعريف ديالو هو أننا كنمنعوا انتشار هذا الوباء، هذا هو الحال المعنى ديال الحجر الصحي، والأصل فيه هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم بالبلاء في بلد فلا تدخلوها أو فلا تقدموا عليها، وإذا كنتم فيها فلا تخرجوا منها. والمعنى ديال الكلام هو أن سيد النبي صلى الله عليه وسلم، أنا كندوي مع الناس اللي كيقولوا الدين، وكندوي مع الناس اللي ما مسوقينش، ماشي يعني غادي هكذا بدون هدف. المعنى ديال الكلام ديال سيد النبي صلى الله عليه وسلم تيقول له الدين كان الوباء، شي بلاد بحال الطاعون بحال الجودان بحال، ما تدخلش ما تمشيش لديك البلاد، والناس اللي فيها ما يخرجوش منها، ما يخرجوش منها. إذا كنتم بأرض، إذا حل الوباء بأرض فلا تقدموا عليها، ما تمشيو لهاش، وإذا كنتم فيها فلا تخرجوا منها، ما تخرجوش منها. فإذا هذا هو الأصل، والأصل أيضا قول الله تبارك وتعالى: يا الذين آمنوا خذوا حذركم. وإن كان السياق ديال النص كرتبط بالجهاد ومعناه أن الدولة تأخذ حذرها وتتوجه الجيش ديالها باش يحافظ على الحدود، ولكن نقول هذا المعنى إلى كل المجالات، فنأخذ حذرنا في المجال ديال التعليم، في المجال ديال الصحة، في المجال ديال الأسرة، خذوا حذرنا. ولذلك يقول سيدي ربي سبحانه وتعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. أيضا هذه الآية جاءت في سياق آخر، وهو وأنفقوا في سبيل الله، أي الإنفاق في سبيل الله، أنفق في سبيل الله ولا تلقي بنفسك إلى التهلكة، بمعنى أن إذا ما كنتش كتنفق، لأن المال إنما جعل للإنفاق، ولكن بدون تبذير ولا إسراف. ولا تلقوا بيدكم من تلك، كنقلوها ايضا لهنا لان المعنى عام. وربي قال: ولا تقتلوا انفسكم. ما معنى ولا تقتلوا انفسكم؟ لا يقتل بعضكم بعضا. والمعنى ديال الكلام وانه اذا كان هذاك الوباء غادي ينتقل ليا، او انا غنقلو لواحد اخر، اذا غنقتلو غنكون في سبب في قتله. هذه الايات، هذه الايات العامه، والعبره بعموم الفضيله بخصوص السبب كما يقول العلماء. كل دعوة للخروج عن هذه الإجراءات هي دعوة للخروج عن الإمام. وسيدي ربي قلنا في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ومخالفة هذا الأمر، وعدم الالتزام به، هو معصية لله ومعصية لرسول الله، لأن فيه عصيانا لولي الأمر، ولي أمرنا أمير المؤمنين مولانا محمد السادس باعتباره مسؤولا بموجب عقد البيعة الشرعي على الأمة، جمع الحكومة، جمع
وتاخذوا هذا القرار شيئا فشيئا وبدتك تصعد. فلا يجوز بحال الخروج عليه. احنا باش يفهموا الناس ما كنقولوش هذا الكلام هذا من باب التمجيد الزائف والاطراء المنافق. هذه راه مصلحه ديال البلاد، هذه مصلحه ديال الامه. وطاعه ولي الامر هنا راه واجبه كما في كل الحالات وخصوصا في هذه الحاله، ولذا لا يجوز الخروج. والحكومه اتخذت هذه الاجراءات لانها مسؤوله، كل وزير في كل قطاع هو مسؤول، والناس اللي معاه مسؤولين، الناس اللي في وزارة الصحة الوزير مسؤول، المديرين اللي معاه مسؤولين، الأطباء مسؤولين، الممرضين مسؤولين، وزير الداخلية مسؤول، الناس اللي معاه الولاة العمال القياد المساعدين الخلفاء المقدمين مسؤولين، وزير الأوقاف والناس اللي معاه المديرين ديال المديريات كاملين، الأمين العام مجلس العلمي الأعلى باعتباره كيمثل المشيخة العلمية، والعلماء اللي معاه اللي منضويين في المجالس العلمية والعلماء المتعاونين معاه كلهم مسؤولين، الكل في كل مسؤول وخصو ينضبط لديك التوجيهات. وحنا باعتبارنا مواطنين احنا مسؤولين، فهاد الحالة هادي تيخصنا نكونوا يد وحده وتيخصنا نصبروا ونصابروا ونرابطوا لقول الله تعالى يا الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. هاد الآية ايضا جاءت في السياق ديال الجهاد، صبروا عند لقاء العدو وصابروا حتى يغلب صبركم صبرهم ورابطوا وقفوا وردوا البال ما تنعسوش عينكم تبقى مفتوحة. هذا المعنى نقلوه أيضا لهذه الحالة، نحن في حالة جهاد ومجاهدة في مجال الصحة. هادوك الناس من الوزير للمدير المديرين الأطباء في المراكز كل شيء مجاهدون مرابطون عينهم هكذا محلولين باش ما تدوز حتى حاجة. الناس ديال الداخلية، الناس ديال التعليم، الناس ديال الاوقاف، الناس ديال في كل المجالات، الناس ديال اللي مسؤولين على توفير لا 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 يعني الغداء، كل الغاز، كل شيء اليوم مسؤول. وحنا كذلك المرابطه المعنى ديالها هي الوقوف على الثغر، هذوك الجنود اللي كيوقفوا في الحدود الردية البلد باش ما يدوش العدو من الحدود ديال البلاد كامله، هذوك مرابطين. حنا كذلك فاليوم احنا محتاجين الى مرابطه، كل شيء يوقف، كل شيء يلتزم، واللي ما فهمش نفهموه، واللي ما بغاش يفهم كاين اجراءات الدوله خصها تاخذها، لان الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقران. النبي صلى الله عليه وسلم كان مع الصحابه بدا يوصيهم، فقالوا له يا رسول الله لعلها وصيه مودع، لعلها موعظة مودع، كان كيوعظهم. فقالوا يا رسول الله لعلها موعظة مودع، بحال شي واحد يعني كيوعظهم كأنه ما عاودش يشوفوه غيموت. فأوصينا وصينا، قال عليكم بتقوى الله، تقوى ديال الله سبحانه وتعالى امتثال الأوامر واجتناب النواهي، أن يراك الحق حيث أمرك ولا يراك حيث نهاك، والسمع والطاعة، السمع والطاعة لولي الأمر، فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. من السنة ديال النبي صلى الله عليه وسلم هذا القضية اللي قلنا ديال الحجر الصحي اللي قالها، ومن سنة الخلفاء الراشدين المهديين سيدنا عمر بن الخطاب في الحياة ديالو سنة 18 الهجرة وقع واحد الوباء كبير جدا في واحد البلدة كتسمى عمواس، وباء ديال الطاعون، وكانوا الجنود ديال المسلمين والفاتحين ومنهم كبار الصحابة. فسيدنا عمر تشاور معهم وقرر بعد المشاورة أنه الناس اللي في ديك المنطقة ما يخرجوش منها، والناس اللي على برا ديالها ما يدخلولهاش. وكان من الناس اللي كاينين في ذاك المنطقه سيدنا ابو عبيده عامر بن الجراح، قال له يا امير المؤمنين اتفر من قدر الله
واش كتهرب من قدر؟ هادشي قدر. هاد الوباء اللي قتل تتقول الروايات اكثر من 25 الف واحد في 3 ايام، ما كان لا دواء، انتشر بين الناس. فقال له سيدنا عمر بن الخطاب: لو غيرك قالها يا 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 ابا عبيده، يكون غير شي واحد اخر قال هذا الكلام هذا. انت شتي مع النبي صلى الله عليه وسلم، نفر من قدر الله الى قدر الله، لابد ان نتخذ الاسباب. حنا كنخرجوا من واحد القدر، هاد المده هذه الهدف منا رحنا يعني الدوله، كاين اموال ومصارف وكاين تبعات اقتصاديه، ولكن راه العنصر البشري ما عنده ثمن. وانت الا ما خفتيش على راسك، الا انا ما خفتش على راسي، خصني هذوك الناس الاخرين شنو ذنبوا؟ تقول لي لا انا ماشي سوقي، ويمكن تكون انت فيك ديك المرض ما تعاديناش. هذه والديك، هذا هو. فبالتالي يجب الالتزام. قضيه اخرى يجب التعاون، نتعاونوا مع من؟ مع هاد الناس هادو، يعني وهنا لابد ان نهيب ونشكروا هاد الناس ديال الصحه، الناس ديال الداخليه اللي واقفين، الناس ديال الامن، الناس ديال النظافه ما نساوهمش، هذوك واحد المرابطين كبار خصنا ما نساوهمش. يعني كل عشيه ولا كل صباح كيجمعوا داك النفاية داك الزفت، وهم معرضين للخطر اكثر من اي واحد، ما نساوهمش. ويعني وما نساوش خوتنا اللي محتاجين. كتعرف شي عائله محتاجه سير تقدى، انت كتقدى لراسك، تقدى ودي لهم، دي لهم. كتعرفوا لا يسالون الناس الحافا، ما كندويش على الناس اللي كيمدوا ليهم، لا كندوي على ناس كتعرفهم. يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف، نتضامنوا فيما بيننا. كتعرف ذوك الناس، كتعرف عائله جوج، قادر انت قادر عندك، مسك عليك الله تبارك وتعالى وتعطي وتعطي. وهذه من الخصال اللي خصها تكون بيننا. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.